ولنقاش ملف تحديات فيروس كورونا وموجة جديدة من الفيروس في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. سيد عبد القادر، بتلويح وزارة الصحة الحالية بإعادة فرض حظر للتجول في ظل زيادة معدل الإصابات بفيروس كورونا، إلى أي مدى تظن أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في العراق تتحمل إغلاقا آخر؟ يمكن أن تتحمل الأوضاع الاقتصادية على المستوى العام وعلى المستوى الفردي أي نوع من إغلاق تام أو حظر شامل للتجوال، لأنها بمثابة حقيقة قطع أرزاق الناس، لأن الوضع الاقتصادي متردي في العراق إلى درجة كبيرة تماما، ومعلوم تماما أن أبناء الشعب العراقي يعتمدون على أنفسهم في إيجاد قوت يومهم، وبالتالي الحكومة لم توفر لا بدائل ولا فرص عمل ولا اقتصاد يمكن أن يكون قويا. بالتالي الحظر الشامل أو الإغلاقات التي تنوه عليها الحكومة هي بمثابة السكين التي يمكن أن تقطع رقاب المواطنين من خنقهم اقتصاديا بطريقة مباشرة وبطريقة ممنهجة. لذلك الحكومة هي فشلت وتريد أن تلقي هذا الفشل على المواطنين في إيذائهم مرة ثانية، وبالتالي إذا لم تستطع أن تنجيهم من عملية الصحة وعملية توفير مناخ مناسب لعدم تفشي كورونا هي تذهب باتجاه إلى قتلهم اقتصاديا. فالمواطن العراقي يقع بين نارين، نار فشل الحكومة في تفشي فيروس كورونا، وفشل الحكومة اقتصاديا الذي يراد منه حقيقة حتى الدفع باتجاه الممارسات الميدانية للمواطنين لإنقاذ أنفسهم اقتصاديا. في هذا السياق بالحديث عن دور الحكومة، الكثير من التصريحات من وزارة الصحة الحالية والحكومة الحالية أيضا عن عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية ساهم في تفشي الفيروس. في هذا السياق يعني كيف يمكن تقييم دور الحكومة في بغداد في التعامل مع وباء كورونا منذ الموجة الأولى قبل عام؟ المواطنون لا يتحملون سوى 10%، والسبب الذي جعل المواطنون ربما لا يلتزمون بالإجراءات الوقائية لأن الحكومة اتخذت منذ الإغلاق الأول مسألة عدم الحد من تفشي كورونا، وهي لا زالت إلى هذه اللحظة كل ما يجري هو فتح الحدود مع إيران بطريقة مباشرة وكبيرة، وحتى الموجة الثانية التي تنتشر في العراق انتشرت بالفعل بين الناس، وحتى الكورونا المتحول فيروس كورونا المتحول هو قد انتشر بين العراقيين مرة ثانية خلال هذا الشهر بطريقة كبيرة، وأقدر أقول أنه بنسبة 60-70% هو تفشي كورونا بين الشعب العراقي، والناس تعتمد على خيار العزل المنزلي. فلذلك الحكومة تتحمل لو كانت هناك إجراءات فعلية وإجراءات صحية حقيقية واقعية لالتزم المواطن العراقي بها، لكنه هو يرى أن المواطن العراقي يطالب بإجراءات على رأسها غلق الحدود مع إيران، عدم سماح الزيارات التي تأتي من إيران، لكن الحكومة لم تلبي ذلك لأن رغبتها لا تزال منساقة تحت الأوامر الإيرانية. فعندما يرى المواطن أن أعداد كبيرة من الزوار يأتون من الإيرانيين وهم يحملون هذا الفيروس إلى العراق، فلا يظن أن الإجراءات الأخرى التي هي لن تجدي نفعا سيلتزم بها. لذلك الحكومة تتحمل كافة المسؤولية حتى هذه اللحظة، فإنه عملية إيتاء الزوار من إيران على رأس تفشي كورونا، وحتى البضائع التي تأتي فيها أيضا نوع من فيروس كورونا. لذلك الحكومة لم تلبي أي طموحات المواطنين حتى يمكن أن نطالب بالمواطنين أنهم يلتزمون بالإجراءات الوقائية. نعم هناك 10% على المواطنين أن يلتزموا رغم أن الحكومة آذتهم وممارسات وزارة الصحة كانت فاشلة لأنها لم تعتمد على احترام الأطباء الذين فقدوا أرواحهم ولا ما يفعلونه من إجراءات حقيقية، رغم عدم وجود أي هناك إجراءات لمساعدة طبية لوجستية أدوات صحية أو توفير لقاحات، وثانيا أنها لم توفر بيئة المستشفيات، بدليل
انه 70% الى 80% حالات العزل اصبحت منزليه، فلو كان هناك ايمانا من المواطن بان هناك وزاره صحه حقيقيه لما التجا المواطن ان يحول بيته الى مستشفى، وبالتالي جعل من تفشي الوباء لمستوى العائله ومستوى المنطقه ومستوى الحي. نعم. أستاذ عبد القادر، الحديث عن سبل مواجهة الفيروس يقودنا لتطرق إلى اللقاحات التي تم استخدامها للعراق، وأوضحت وزارة الصحة الحالية بأنها ستشمل الكوادر الطبية والأمنية في مرحلة أولى. كيف تفسر هذه الخطوة باعتبارها نسبتها لمنظمة الصحة العالمية، وما مدى صحة ذلك؟ هذه الخطوة حقيقة إجراءات تؤكد على أن الحكومة لا زالت، وأقولها بصراحة، تحتقر الشعب العراقي، لأنه هكذا أجهزة هي تابعة للحكومة كان بإمكان من الحكومة شراء هذه اللقاحات لهذه القطاعات، لكن هذه اللقاحات هي جاءت بمثابة تبرعات من الدول، فنحن نعلم أن هذه التبرعات وصلت إلى الشعب العراقي عبر منحه عشرات الآلاف من اللقاحات سواء الصيني أو الروسي، وبالتالي كان يفترض كما وعدوا بشراء لقاحات الأخرى كفايزر وغيرها، وبالتالي كان المفروض عقلانيا أن يذهب باتجاه الأمراض المزمنة وكبار السن، لا أن يذهب إلى القطاعات الحكومية التي يمكن حتى استقطاع من رواتبهم وإيجاد إذا لم تتوفر للحكومة أن توفر لهم اللقاحات، فلديهم رواتب ضخمة يتم استقطاعات منها لتوفير لهم اللقاح، لكن الحكومة للأسف هي تستهدف الشعب العراقي ولا تريد إلا للطبقات التي تحميها فيما بينها، لذلك هي حقيقة تترك الشعب العراقي في منعزل، ولا يوجد أي توجيه من منظمة الصحة العالمية حول تخصيص قطاعات دون غيرها، بل بالعكس أشادت المنظمة العالمية للصحة على سبيل المثال بإجراءات الأردن التي ذهبت بتطعيم المهجرين والنازحين وكبار السن وجعلتهم في أولوياتها، وكذلك دول أخرى، لذلك حقيقة كان يفترض أن يكون هناك لكبار السن، للأمراض المزمنة، للنساء دورا كبيرا في عملية إيجاد اللقاحات لهم، وكان يفترض لو كانت حكومة حقيقية أن تذهب إلى النازحين أيضا باعتبارهم أنهم الطبقة المنعزلة والطبقة المتأذية أكثر، لكن هذه الحكومة هي تبحث عن من يحميها ومن يحاول أن يكون قريبا منها، لذلك هم يريدون في هذه الإجراءات أن تكون لهم فقط دون الشعب العراقي، لذلك في كل إجراءاتها هو إيذاء الشعب العراقي بطريقة مباشرة. شكرا جزيلا لكم الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل، حدثتنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.